السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الثالثة اليوم راح نتكلم عن آخر موضوع، عن موضوع الصيد. في الحلقات السابقة الأولى والثانية قلنا تكلمنا عن شو بفادي، تكلمنا عن الطقس والمكان ووقت الصيد. لا، تكلمنا عن الطقس ووقت الصيد والأجواء اللي المفروض أنك تطلع فيها. نعم. اليوم بنتكلم عن المكان اللي تصيد فيه. هذا طبعاً إحنا نسينا قبل، اليوم لازم نذكر المكان اللي المفروض أنك تصيد فيه. مو تقول والله أنا طبعاً الصياد اللي بده يصيد مو أي مكان بروح عليه. بالضبط. في أماكن يعني مو بالمعنى الأصح، مو تفر أي مكان وتقول والله أنا ما صدت شيء. فاهم؟ بالنسبة للهواء أنا أتكلم عن الهواء، لأن الصيادين لهم مواقعهم الخاصة، يعرفون وين يروحون، يعرفون وين يصيدون. الهواء لا تقول والله أشوف واحد يسبح هناك البحر. الهواء لا تقول والله أنا سرت واتبعت كل التعليمات اللي قالها فلان في الحلقة الأولى والحلقة الثانية وما صدت. أنت نسيت موضوع، وهو موضوع مهم، اللي هو موضوع الموقع اللي رايح تصيد فيه. نعم، شيء أكيد. الموقع اللي رايح تصيد فيه من أهم شيء. مو بأنا أسير أمشي مثلا مسافة ميل، ميلين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، بعدين ارمي خيطي واقول والله انا ما صدت شيء. طبعا ما بتصيد. وقت الصيد راح، وتقول في وقت الصيد، في وقت الذروه مال الصيد، تقول انا رميت وما صدت شيء. فلان يعني كلامه كله خرطي. نعم، صح ولا لا؟ صح. لا يا عزيزي، لازم الموقع اللي تروح فيه لازم يكون مؤهل، لازم يكون مكان فيه يسمونها القوعه لازم تكون زينه، لازم يكون المرعى تحت. مو بتروح مكان كله رمل وتفر خيطك تقول والله أنا ما صدت. لازم ما بتصيد. على الأقل في حصى، على الأقل في مرجان، على الأقل في مرعى، على الأقل في المكان اللي تختاره أنت. نعم. فهمتني؟ لازم تكون عندك فكرة عن المكان اللي أنت بتصيد فيه، وفكرة كمان يعني فكرة ممتازة تكون عن المكان، أو فكرة تكون وافية وكافية عن المكان، بحيث ان انت لما تروح المكان انت عارف شو نوع السمكة اللي بتصيدها. لازم تربط المكان بالكلام اللي قلناه في السابق، نحن موضوع الوقت وموضوع الطقس وموضوع الماية وموضوع كل شيء، لازم تربطها بالمكان، بحيث ان تروح الى المكان تكون انت عارف شو المكان، شو نوع السمك اللي فيه، عشان تستخدم الأدوات المناسبة إلى السمكة هذا. زين، لازم بعد يعني أنت بتقول والله نحن أنا وأنت ساعات نروح إلى مكان يكون فيه مشد أو محدق أو إلى آخره، لكن نرمي خيطنا بفادي السمكة ما تأكل، صح ولا لا؟ السمك يفوت. بالضبط، ساعات السمك يفور والسمكة ما تاكل. هني يدخل موضوع شو، موضوع الماية وموضوع يعني موضوع اليمة المتوفرة. يمكن تكون في السمكة شبعانة، او السمكة عندها يمة لنفرض عومة كفاية بالنسبة لها، اتي انت تفر خيطك ما تباه، بتاكل هذا فرش، مور فرش يعني اكثر طازج من اللي انت بترميه. صحيح، فهمتني؟ وفي النهاية كلها توافيج، كلها توفيق. نعم. توفيق من الله ورزق، نصيب ونصيب. ساعات أنا وياك في مركب يا أبو فادي في قارب واحد، أنت تصيد أنا ما أصيد، صح ولا لا؟ والعكس صحيح. فهذه موضوع توفيق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. نحن بس اليوم في هذه الحلقة نختم بها موضوع الصيد وموضوع الوقت، وقت الصيد، وختمنا اليوم بموضوع مكان الصيد. لازم الصياد يحط في اعتباره أن المكان اللي بيروحه لازم يكون مكان مناسب للصيد، حتى إن شاء الله يتوفق. بس تفضل. في تنبيه نفس الوقت. نعم. للي يستأجرون القوارب. نعم. قوارب الصيد. نعم.
يروح على الشركات او على المتجرين. نعم. قبل ما هو هدفه راح يصيب. نعم. شوف مفادي لازم يسأل. شوف مفادي بصراحة أنا أقول لك يعني بالمختصر المفيد، معظم شركات التأجير أصلاً النواخذة أو الكابتنية اللي في الطراد أو السواقين اللي في الطراد ما عندهم خبرة في الصيد، ياخذك يوديك 5 ميل 6 ميل ويخليك هناك يقول لك والله هني، هو ما يدري هني شو فيه أصلاً. نعم. يقول لك هني أنت صدت ما صدت يعني خاطره يقول عنك ما صدت، المهم إن أنا طلعتك ووفرت لك كل الامور هذه. عندك كم ساعه؟ ايه نصيحه بالضبط يعني. 3-4 ساعات خلصهم ويرجع فيك. انا نصيحتي لكل من يريد يطلع من الهواء يختار انه خذ اللي يعرف في البحر. فهم؟ عدنا من ربعنا اكثر شيء المواطنين والنعم فيهم. نعم صحيح. وانا بذكر هني بذكر واحد من الشباب الله يشهد ان كل من طلع معاه انزين انا متابعنا على الانستغرام، واحد من اساتذتي اسمه الكابتن سعيد. الكابتن سعيد يعني ما شاء الله عليه، كل من يطلع وياه يمدحه. وانا يعني الشباب اللي يبغون يطلعون يحاولون انهم يتواصلون مع الكابتن سعيد، يحجزون معه موعد ويطلعون معاه، لانه ما شاء الله عليه يوديهم محادق ممتازه، يرجعهم بسمك، ورجل يعني ما أنا أضمنه. فالهواء لازم أنت تختار ال 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 إنه يوديك أماكن صح، مو بكذي بس أي. نعم صحيح. هاي ما بذكر جنسيات لكن يأخذك يوديك ويقول لك هني ولا تصيد ولا شيء. فالهواء أنتوا خلاص عرفتوا الحين كل الأمور اللي لازم تتبعونها عشان تصيدون سمك، والله يوفق الجميع والله يوفقكم. ومشكور يا ابو فادي ما قصرت على هذه المقابله، ونراكم على خير ان شاء الله. تحياتي واشواقي الحاره لكم جميعا.